محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول طبعا انضم لصفوف المعسكر المقبل للمنتخب الوطني يوم 7 اكتوبر اللي جاي، استعدادا طبعا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات بطوله الامم الافريقيه 2025. النادي الاهلي اعلن انه الاشعه النهائيه اللي اجراها محمد هاني لاعب الفريق، وده طبعا بعد اصابته في مباراه السوبر الافريقي الاخيره، اثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبه، وبيحتاج الى برنامج تاهيلي هيبدا في تنفيذه خلال الايام القليله المقبله. فريق نادي الاهلي لكره اليد خسر امام نادي برشلونه بنتيجه 31-23 في اطار ثاني مواجهاته ببطوله كاس العالم للانديه سوبر جلوب، واللي بتستضيفها مصر بصاله العاصمه الاداريه الجديده، ونجح نادي الاهلي في التاهل الى نصف النهائي كافضل مركز ثاني بمجموعته بفارق الاهداف. فريق كرة اليد بنادي الزمالك خسر أمام فريق فيس بريم المجري بنتيجة 34-27 في إطار تاني مواجهاته ببطولة كاس العالم للأندية سوبر جلوب، واللي بتستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة. فريق كرة اليد بنادي ماجدبورغ الألماني فاز على الخليج السعودي بنتيجة 35-28 في ثالث أيام بطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، واللي بتستضيفها مصر زي ما قلنا لحضراتكم في العاصمة الإدارية الجديدة. فريق أتلتيكو مدريد اتعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1-1 في الديربي طبعا اللي أقيم بينهم امبارح ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025، وبالنتيجة دي بيتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما أتلتيكو مدريد بيتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة. فريق نابولي الإيطالي حقق الفوز على فريق مونزا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي. نابولي بيعود إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما بيحتل مونزا المركز 19 برصيد 3 نقاط فقط. فريق توتنهام فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أولد ترافورد في قمة مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذه النتيجة بيتواجد فريق توتنهام في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما بيتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز 12 برصيد 7 نقاط. الدولي المصري عمر مرموش قاد فريقه انتراخت فرانكفورت للفوز على فريق هولشتاين كيل بنتيجة 4-2 في المباراة اللي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الألماني الممتاز. اتألق طبعا النجم المصري عمر مرموش خلال شوطي المباراة وسجل هدفين وصنع هدفين. طبعا بيمتلك انتراخت فرانكفورت 12 نقطة في رصيده بجدول الدوري الألماني، وبيحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر، بينما بيأتي فريق هولشتاين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط. فريق نانت المحترف ضمن صفوفه نجمنا مصطفى محمد اتعادل مع فريق سانت إتيان بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي. بيحتل فريق نانت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بينما بيتواجد سانت إتيان في المركز 17 برصيد 4 نقاط. كده خلصت نشرتنا الرياضية، بنعود لمصطفى وبسنت الاستكمال باقي الفقرات. شكرا ليك يا شاذلي.